ماشي دراري هادو اللي بغيتي تخرجيهم خاصك معاهم البوليس اللي كيقطع في الورد اللي طالع في الشجر اللي قلب الطوموبيل ما حيتي ليهم ما حيتي الشانطي ها بزاف اميمتي بزاف صافي وليدي صافي ما كاين باس دابت ولدي وتعرفي بحقهم لا لا مويتي الله ينجيني لك انا بحال هذا النوع الله ينجيني خليني هك احسن ليا الله يا بنيتي الله مالكي وقوليها لراسك شفتي هي اللي جايه 15 يوم وانت قاعده هنا غضبانه وخارجه من دارك اش كتسناي عقولي لي اش كتسنى واش كتسنى يجي حصرك يجي هو يدخل عليك على مالو ماما اللي ما يدخلش عليا مالي انا ما نستاهلش مشي انا ندخل عليه مالو واش كيحسب له راسه في الدنيا حسن منه هو اللي خصو يجي داخل عليا ويزاوب فيا وبسل لي اليدين والرجلين ويجيب الكادوات من الفوق عاد رجع ليه اي هاي 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 اجي بغيت غير نسولك حتى ميك اللي ميك لك ما ضرتكش في راسك ها ما حكيتك شي على قلبك عقولي لي واش مسطيه واش يخرجك العقل واش الناس اللي بغات تصير صيرها بشويه عام شويه ماشي زير تطرد القنبع تي الهضره ملي شي بقى تقوليها ليه هو ماما شي كتلوميني غير بوحدي راه هو اللي فيه الديفو هو اللي بو العيالات واش بغيتيني نبقى جالسه حداها وانتي تدخل عليا المره تاع الدار امنيتي وابنيتي راه اللي بغى لا ما كيتهماك بويتي مالك تي كاع دوره شويه تعشق طيري وتمي جاي هز بوليستك تغيب بني هذاك عادل الضريف الله يعمر حاضر راه تبنيتي اللي بجهد بزاف كثير انا ماما اللي فيا الجهد انا عرفتك انت امي ولا موتيش كتقولي لي اللي بغى الا ما يتعامى وانت شنو بغيتيني نشوف المنكر ونسكت نطيح على راسي الدل باش نتسمى انا مزوجه ونجيك ماما من الاخر انا ما راجعش لي ما راجعش والله لا رجعت لي بنيتي على الشيطان واه انت مقسي من هاد الجهد هادي انت في غد بهادشي لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي عرفتي يا با عادل
انا دوزت هاد لافير ديال جلوبال كامباني نعرفك معلم. لا غدوز ان شاء الله اكيد با راك راه انا الباترون ديالهم راه خايبه فهمتيني ولا لا؟ صباح الخير جو صافا كصبحتي مزيان؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. فطرتي بعدا ولا مازال؟ علاش؟ اللي كنتي مازال مشاو فطر اونسونت فطر با هذيك حتى انا جات لو كافي انا جوست اكوت ومازال الحال جو سي ولكن غير المشكل انا ديجا فطرت مي لا بروشين فوا ان شاء الله. اسكوزي با هانت سي بين كل يوم سي ماجي هذا يوم سي سي هادي العفو بيرسونيل وي لانيفيرسير تاعك سالي بيرسونيل عاودي لي اش قلتي لي ما سمعتكش مزيان. قلت لك لانيفيرسير ديالي وبغيت نعرض عليك جمع الحباب بحالك والصحاب كراجي تشرفني. اوكي و فوقاش هادشي سو سوار سو سوار اي سو سوار سو سوار سو سوار سو سوار جو كرو عندي لا سو سوار غادي نكون مريض غنكون عيان شي شويه لا بروشين فوا ان شاء الله. Joyeux anniversaire. Oh, معلم اخويا عرضوا عليك انت انا زعما ما يعرضوش عليا انا شتيني انا اضرب طيح في عيد ميلاد اخي حميد. انا بغيت نفهم حاجه واحده هذا القبول اللي عندك مع البنات كي كدير لي قبول ها اش بغيت معلم شتي اخي حميد انا كون كان عندي الفقيه اصلا ما يكونش عندي مشكل مع المراه في الدار ترى المراه عندي صاحبي الغيره عمت ليها عينيها واش اخبارك انا سناء كل نهار كتشمني ملي كنرجع من الخدمه تعا قول لي كيفاش غيكون هذا الكوبل صاحبي. ما شاء الله وصافي اش نقول لك اخويا الله يصاوب ليك وليكم. المهم انا غادي نوض نقاد لك الريونيون الا بغيتيني صوني عليه صافي جو كون سورتو اخويا ميرسي يلاه شكرا كوراج Thank you.
انا علي الشيطان ويلي بغا يدخل الوسواس عاد ولا مش طاجي. الو ماما، كي درتي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كنت شوفي كي لقيت الدار حالتها مرونه والماكله دارت الريحه. ما تقوليش ليا ماما هذا ما كيبردش في الدار هذا، ما تقوليش ليا بردي. لا لا ماما، طالع لي شويه الدم راك عرفتي. صافي واخا، يلا دعي معايا ماما. يلا بسلام، حتى من بعد نعيط لكم. صافي واخا، يلا سلمي عليهم كاملين. بسلام. صلتي صياد نعم يلقاها يلقاها. ثانية 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 ثانية، خصك تعرفي ولا تقشيرة شكون هي. زكي راسك وسيري مع العمارة طبقة طبقة. صافي صافي، يا هاتيك يا هاتيك، ما يكون وحدة في هادو، يا لميا يا تورية يا غزلان يا ريحانة، وحدة فيهم هي مولات التقشيرة هادي. ودي تقشيرة بعد تلبسها مرة كيدير هاد المرة اللي كتلبسها التقاشر. سهل كتشي دابا ساند، انا خصني نفكر كيفاش ندير تنجمعهم باش نعرف مولات التقشيرة. انا فين قالت اح اهلا لميا. اهلا اهلا اهلا، كيداير اختي؟ الحمد لله. كي داير انت؟ يا لاباس الحمد لله. اختي كنت عند الوالده ما شكيت عليك، تهرست من رجليها وجلست قابلتها. مسكينه، واش غادي نديرو الصبح؟ ما يكون عندها بال. ما تشوفي بس الحبيبه ديالي لا طالعه دابا ولا نازله؟ لا هابطه غدا الحمام. ايوا بصحتك، انا طالعه نجر في السطح. وشوفي ها انت، انا غنطلع في لاسانسور ونعاود نصيفطو لك انت نزلي فيه. ايوا خاصك تولي. وصب انت كركور اختي، دير الصوابن. شتي يا اختي من الصباح يا اختي وانا دايره لا ماشي. ايوا ربي معاك، واش غندير؟ حيد عليا كلشي داكشي اللي كاين. صبنتي صبنتي هبطي كلشي. يلا تسنى، يلا نصيفطو لك. واخا بصحه الحمام وصلها. لا علاش ديك لعطيك الصحه ربي يبريش، خلينا نشوفو ضروري حساسي ضروري. يلا حبيبي مشيتش، رجعت على قبلك. على قبلي؟ ها بغيتك تمشي معايا. يلا هبلي. يلا كنت في غير البارح. وشوفي لميا نجيك من الاخر، دابا انا فاش مرضات ليه الوليده درت نظري لسيدي ربي، قلت يا سيدي ربي الا قعدتي لي بوسادها وجبرتي ليها العظم غادي نعرض على صحاباتي حباباتي جارتي العزازات عليا الحمام، وانت اقرب وحده ليا جارتي حبيبتي. ويلا معايا ما ترديش ليا في وجهي. انا درت صافي، قريبه تبكي صافي. منين ندر ندر الله يدير فيها الخير. امين اختي. يلا ادخلي بعدا لبس جلابتي نجمع معاك. لك لما ندخل كدير عرف وطوك لبسي جلابتك كلشي الاخر كله عدي. يلا الله يحفظك. صحه اختي تبارك الله عليك. هاد الندر ما مشيتي حتى وفيتي به. واش غادي؟ حنا غير الوالده ديالك ان شاء الله بنت تولي لاباس ان شاء الله. نجيب واحد الوقت تمشي تحمحي لهنايا. ما تلبسيش تقاشر من الاولين هاد المرات. و
ودوك اللي طالعين تاني هنا اختي لك اللي برد واش جيتي واش غنضرب واحد السيل فيه بقى لينا ذكرى على التحمحيمه الزينه اللي درناها سيتي سيتي صحيتي سيري ها هي زوينين تقاشرك بصح الله الا فنان صاصيين ما كديريش دوك اللي طالعين تاني لا لا ما عنديش مع انتي خنقوني ديما كديري على هادو ديما كندير غير القصار بصحه حبيبتي بصحتك بصحه والله الا عجبني الحمام اليوم الله يخليك بصحتك ويلي رحنا جارات مني ما تقوليش بغيتي غير واحد السيلفي نبقاو ديما نتفكروا هاد التحمحيمه انا جارتي هان سيري اختي الله يعطيك صحيح صحتك وريحتك اوه يا اختي الله يخلصك على قد نيتك تقاشرك شحال زوينين طالعين ياك مين عطيهم لك هادو هما اللي عندك هي صحتك اختي بصحتك فهمتي شي حاجه والله ما فهمت حاجه انا بعدا ضرني راسي وبغيت نفهم اختي يا ويلي واش تمرها اخي طيبي طيخي طيبي كل مره جايبه وحده في شكل ياك ما كتقلب على شي عروسه لشي واحد يا ويلي ما تقوليش ندير لا بداتي ريحانه خندير واحد ستيلفي اولا تقولي على التحمحيمه تقولي وجهي صفر ويلي شوفي خويتي نعم وهادي شتا كادير خدمتنا خلينا نتفكر هاد الايام الزينه راه يلا صحتك وراحتك جارتي عزيزه يا سيدي عندك البرد سلامة نعيمة سلامة رشيدة سنة تعالي أختي تعالي تعالي نعمة نعيمة شوي أقول كل مرة جايبة لي ماركة هنا واش كديري الكاسيك في الحمام ها لا بغيت غنقول لك ندير احنا وياك السيلفي الا كان ممكن السيلفي اييه سيلفي واخا خواتي واخا السيلفي ديالكم راه ما صالح ليا في والو انا كنت سيل فاو تضحكوا يا الصحة والراحة يا لوحالية في الواتساب ربحت نديرها في تيتر جات شي ما تعرفيش لي شو درتي في الهضرة اللي قلنا في الصباح كنبش عليك اخوي حميد انا قضية عندي شوية من عقدة بيني وبينك انا المرة هزة شو كتال السماء اخويا ما نقدرش دابا اخبارك واحد القضية انا هاد السيتواسيون هادي اللي خاوف فيها الدار عجباني حيت راه الا بقيت رجعت لهنا ترى غديرني في كرشها صاحبي ومشيت فيها داك الساعة راه ما تقدرش تعيش بحال هكا صاحبي سولي انا اللي ندوز اربعة ديال العيالات يعني خصك ترجع اربعة صاحبي اربعة عرفتي شنو هي اربعة ترى انا وحدة محمقاني يا صاحبي كي درتي انت معاها بالربعة وليت انا نفهم انا والله بقات فيك اوليدي عادل يلاه يلاه جاوبني جاوبني جاوب 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 ماري 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 عاد كرناها يا خويا وهي تعيط شوف بها صاحبي شوف زيد في التلفزيون زيد الموسيقى زيد في الصوت صاحبي طيا تسمي طلع 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 الموسيقى طلع عليا طلع الو 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 بصحتك بصحتك مشط ليا مع راساتك تي عليا واخا وليدي عادل والله انا بقات فيك يا اريم ولا تقشعره وهادو رجلين بعدا هادو رجلين ما فهمتش اصاحبي قطعت عليها علاش راه هادشي اللي بغات الوقت راه خصني انا نتعامل بحال هكا وهادشي كان خصني نديرو من شحال هادي المعلم تعطلت اخويا انا معطل السلام عليكم اخويا ما بقاش عندك تقاشر واخا اخويا اسمح لي وعليكم السلام الله يحفظك عافاك بغيت دوك تقاشر اللي دايرين بحال الليبه الله اختي شي حاجه ديال تركي زين لا لا ما بغيتش بحال هادو بغيت دوك اللي ملونين مخطين بغيت بحال هادو انا شخصي بحال هادو هادو قديم انا اختي مبقاوش في السوق ما عندكش لا مبقاوش عندنا في السوق فهمتي نديرهم كاين شي حاجه ما احسن لا ما بغيتش هادو انا بغيت بحال هادو خوت هادو باقي تيديرهم داك الدري باقي لا طريق
شي المحل الاولاني لا الثاني ثالث على الله يسر تسول على طارق ها هو واخا خويا شكرا الله يحمي لي ديك الساحه ربي يخليك مرحبا شكرا عليكم السلام اهلا لاله سناء صدنا بركه فينا الغبور اخويا عرف الدنيا عرفتي وصلتني شي سلعه والله الا جيتي في الوقت لا 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 بغيت حاجه معينه شوف طريق بغيت عفاك دوك الليبات اللي حد هنا تقاشر هما دايرين بحال الليبان هادوك طوال عندي شي سلعه جيت شوف ستر يا خويا طريق عندك الوالي زين هاد الشكل هو تقريبا كيشبه هاد الشيء غير هو دوك الخطوط ديالو كيكونوا شويه كبار وفيهم الوان بزاف هادي موضة هادي هادي نقول لك بحال هادو بحال هادو الطريقة خويا بغيت لاحظتك لا كان عندي هاد الشكل هذا لا اختي سنة ما بقاش قلب لي عفاك إلا بانت لك شي واحد قديم هذا اش بغيتي ديري بيه انت ها قديم هادشي لا لا ضرورة شوف من الاخر انا كشيني انا كنت مسافر هيك اخويا الطريق وفي التصافيرات شفرت ولا شاكة في خط الراجل فهمتيني داكشي علاش بغيت نقلب على المرت ولا شاكة في خط الراجل فهمتيني داكشي علاش بغيت نقلب على البرهان ودي البوليس واش انا ديتو دابا البوليس راه غيعلموا عليا كاع مالي نطري يقول لك دات لوست على البوليس على قبل التقشيره داكشي علاش خاصني نعرف اشوف وما كاينش داك الراس الله يرحم ليك الوالد انا مزوقفك انت شوف معايا الا بان لك شي وحده فهادو كتعرفها اخويا دازت عندك تقدر تكون شرات التقشيره انت ها باش ما نظلم حتى واحد هادي بحال اللي فايت شي فما لا ماشي بحال اللي فايت شي فها طريق اخويا قول لي شتيها ولا ما شتيهاش لا اختي والله ما نقل انت شوف هادي هذا لا شوف شوف لا والله ما غنقدر نعقل على هادشي انت انا عندي واحد الفكره اجي معايا انا خويا الله يعطيك الستر انا علقه ليا الحل ما عرف شكون اللي شرى من عندك هانت يا اختي دخلي دخلي جلسي هانت بسم الله انا ملي لقيت راسي كنتشفر درت لي كاميرا سيرفايل احسن ما درتي لان راه مسجل كلشي وبغيت لي كاميرا اللي شادين تقاشر كاينه هذه 3 والكار صافي ملي غادي تجي غادي هنا غتوركي في بلاي بغيتي دوزي دوزي هذه وهنايا راه كاين كلشي ولا بغيت مثلا نشوف داك التسجيل اللي من موراه علاش مرك غتوركي عليه هادي هذيك كديك لي فيديو اللي وراه صافي باين صافي مفاهمين صافي تهنيتي يلا صافي صافي الله يرحم لك الوالدين طارق خدي خدي شريفي هذاك راه جديد يلا باني ليا هنا لا تتقشيره ولي 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 على المراه اش بالي اويلي اخويا اش غنقول لك طريق راه دايرين فيك الشاب بحال الشفاره هك وتخيل المراه مركبه ولدها وداكشي اللي خوناتو كديروا في الحمال بينها وبين الدرني اما ديك اللي لبست شحال من بياسه عاد خرجت بلا ما نهضر لك على دوك الشفارات اللي كيخونوا على البياس الرقيق هذا قولون هذا سروال هذا اما الماكياج الحفيظ الله يخويا انت بازلك لا وبدي غصبر وصافي قولي لي اشنو بغيتي داكشي اللي بغيتي واري خويا ما بانت لي كاع انا مولا التقشيره وتقول واش لقيتها وايلي والله العظيم اش نقول لك اخويا تفكر لي تعرف شي واحد اخر كيبيع من غير كاين غير اللي كنجيبهم هنا يا خويا عرفتي عييت ما نقلب عاد تفكر لي الله يرحم لك الوالدين اللي بان لك شي واحد تقدر تصيفطني عنده وشنو كاين الجمال نصيفط عند الجمال راه ما غيبيعوش ليك بصح نيت ما غيديوش فيا كاع ايوا من غير هذا الشيء شنو غنديروا شوف حيت انا ماشي انا بوحدي اللي كنبيع هنا كاين معايا واحد الدري سميتو مراد راه كيعقل مزيان دابا غايب هذه يومين ومشيت 3 ايام بحال هكا كيكون هنا والله يرحم باك طريق اخويا الا جا عيط لي راه عندك النمره ديال التليفون ديالي لا صافي ورد البال اخويا الله يعطيك الصحه وبد الله يرحم والديك ديك الشطحه راه قتلتيني على الضحك اهلا شبارك لاباس عليك الحمد لله ربي يخليك سمحي لي على الدخله ولكن راه بغيتك ضروري الله يودي مرحبا بك طارق هادي شوفي فكرت دابا حنا الشارات ساكنين هنايا سنين ومين وانت وحده فين ما كتعرف الاخرى كنتلاقاو غير في لاسونسور بونجور بونجور سلام سلام وماشي معقول كاينه عندك الحق حتى داك السلام ناقص كل وحده سدها عليها في دارها ها انت قلتي المفيد داكشي علاش انا بيني وبين راسي قررت انني غادي ندير واحد الحفله ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا في الليل في السطح باش العيالات يتعارفوا بعضياتهم حتى الا احتاجينا بعضياتنا يكون خير ايه فكره زوينه عرفتي شنو انت غديري هاد السيمانه
ونسي من جايين دايره في داري. مشات هو قال لي كيفاش نديرو تنعرضو عليهم. انا خفت نمشي ندق على شي وحده ما يعجبهاش الحال تجاوبني شي جواب ما هواش وانا دغيا كنتقلق فهمتي ما تبقى فيا الحال. لا لا ما تدقيش عليهم. عرفتي شنو هادي ضربه ليا على راسي انا غادي نعرف كيفاش نعلمهم ليك كاملين. صافي حبيبي ديال نعول عليك كوني هانيه. يلا خليت لك الراحه بقيت شنو كوني زربانه غنلقى عندك الخبر في العشيه. صافي صافي حبيبه ديالي يلا الله يعاونك. سلام النجوم الأولى مع مجموعة من الفنانين. قالتك التي تفي بأمري كما لا ماشي شي حاجه شي حاجه خفيفه. دابا دابا الكلاب عندك الا مثلا شي واحد فيهم عطيتو شي جاكيطه يشمها شي كاشكو شي تقشير يقدر يجبد ليا مولاه. ويلي على ما يجبدوش راه في البلا يحضر لك مولاه في المكان. خطك هذا هو اللي بغيت انا. ممكن دابا توريني شي واحد اللي نقدر نعمل. مرحبا شنو اللي بغيتي؟ لا غير هادو لا هادو كبار عليا. ما كرهتش تشوفي لي شي شي كانيش قد هكا يقضي لي الغرض. كانيش دابا كضحكي عليا انا وجه كانيش. ما شاء الله شوفي راه هادو هما ديال الدريساج وهادو هما اللي يقضيو لك الغرض في البلا. وماشي مشكلة نشوف يلاه جي معايا تشوف. ما يعطونيش ولا لا بطوكاش مع احلام كلها بطوكاش. شوفي ليلى نحضر عليها عطيني خلاص لي حق كانت فين نقول لك الشباب هذه خدمته راه عطيني شمنا صافي نشوف شمنا اللي دابا مزيان شم انا مزال وقال لك في المهم لا ما شم اسهل حاجه هي دابا سير شوفي خليني بلاتي شويه نشغل مع الحيات عادي جي انا غنسير لك ليلى نحضر يلا يلا ما تنسى عينك معايا يلا يلا الراجل حفات ليه الجري بقات ليه عام ويمينه موت منير العساس. تا خويت فيه الحيمه وخديته دار فيه الكلب هاد الحاله الله يخليها عراضه معاك. ويمينه اش انت دجاجه المنير اش انت لميانه حشوم عليك اصاحبتي
شديك الكاريجة درتي لنا الصباح؟ يا لم يا صاحبتي غاصمتي يا الله العلي العظيم وتعرفي شنو بيا تتعبريني عفاك صحيتي ما تصمتي لي راه عندي مشكلة مالكي شنو واقع؟ عادل مال عادل أمن عليا صاحبتي وأنا غنعاود لك دابا النهار اللي جيت أنا من عند ماما يلا دعي معايا ماما يلا بسلام حتى من بعد نعيط لكم صافي واخا يلا سلمي عليهم كاملين بسلام صلتي صياد النعام يلقاها يلقا واش بالك صاحبتي ما نتفقش ودابا غير بردي بردي يا سناء شويه نعل الشيطان انا صراحه ما دخلت ليا شي راسي واش راجلك كامل هالدرجه غادي يخونك فراشك لا لا حبيبتي راني لقيت التقشيره في بيت العز ديالي تحت السرير ديالي ما تقولش لي ما يديرها شي يديرها حيت انا عارفه عادل عادل بو العيالات ولي علاش شي طرى راجلك هذاك واش انت كتحطي دابا الباطل على راسك وعليه وعلى شي وحده اخرى قولي عاود بلا مش طراجي ناري يا لم يكن لقى انا هاد مولات التقشيره شي ديك التقشيره اللي لقيتها غنشدها غنعمرها بالحجر ونزل عليها على الراس خاصني غنعرف ها هي شكون بغيتي تعرفيها شكون هي يا اختي لم يرى ماكراتش الا وصفيت كالماي غدا غنديك عند شي حد يقول لك شكون هي خلت عليك بالله كوني هانيه رجلي برجلك اختي ونطي نطي يلا معايا نكملوا القصارى الفوق علا انتي باقي خليتي فاش قصارى ناري لم يضل فيش كل مرة كان هنا يا حسي الطرمة الطرمة مسك شنو شنو اللي لفنا كل شيء الطرمة هذا بسم الله مسلم على الله قلت شوفي خاصنا نضرب على هاد الشجره نطفو على هاد الشجره ديال الميمه عاد نمشيو نجلسو الشجره ديال من ديال الميمه ملي حنا نطفوها واش تصطيتي بتسمي الله يبارك لنا مسلم ماشي خاصنا نضرب من دوره ها وحده واخا مسلمه طلبت ناري وشوفني عادي ناري وحصلني عادي تعرف من الضربه ديال بصح السلام عليكم اختي وعليكم السلام يا ما الفاتشي يا أختي وعد التاني في المرة نصلع لي عليك قولي لي يا أختي نعم أختي مجربة أتسي مجربة أختي بصح مجربة زي ما كونفيونس لا كونفيونس متشي أختي ولا أقولك يخلع لك عرفتينا ولا نصابة كتير اللي تخلتي عدو يصورك لا لا عليك الأمان عليك الأمان بصح لا لا عليك الأمان لا سيد عليك الأمان اختي حتي بلينا نخاف لا ما تخافي ولا عليك الامل علاش نتوما اول مره كتجيو اول مره اختي نعتو لي انا وصاحبتي لا لا مزيان غاش دونوبتكم راه واخا ما يشوفكمش راه عيط لكم سميتو سبحان الله شوفك الله يطول لك اختي الحمد لله يا ربي وتفاجئت الحمد لله والله الحمد لله اختي الله ينفعكم امين الله ينفعكم بزاف الله يخليها لك سيدي انا سلامتك اختي الحمد لله سلامتك سلامتك انا سلامتك يا ما تخافي عادي هادشي شنو انا ما تخافيش ما تخافيش شي مره تخافي اش نقول لك واحد الحاجه دابا تخيلي دابا الا دخلنا عنده وسول لي شي حاجه انا ما عرفتش كيفاش غادي سلام عليك يا اختي هاي نوضي نوضي اختي سيري لا اختي فالك عيط لك لا لا نوضي 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 هاني جيزي خليك حتى يا لمي انا مصفيه منيك ماكش مصفيه كاع ما نجي معاك زيد يا سناء زيد السلام عليكم سيدي السلام عليكم بسم الله طلبي تسليم سلمينا سيدي مسلم طلبي تسليم سلمينا سيدي سلمينا سيدي نقول لك انا علاش جيتي ولا تقولي انت هل اللي بالك السرقي وعقولتي
فتفضي وخرجي كاع اللي في قلبك، حيت الا قلت لك انا ما غيعجبك حال. واخا تسلمك انا مسلمين نسيتي مسلم، مشيتك بدا السير فقاله على ود التقشيره هذه، لقيت عدي في بيت نعاس تحت الناموسيه، بغيتك تعرف لي الله يجازيك بخير شكون مولاتها. نسيتي بسم الله. سير تلعب سير تلعب سير عند امو سير عند امو تلعب من داوي يدوب معايا شويه يدوب يدوب يتسلم. مسلمين اختي مسلمين بسم الله شعرات مرفوعه قد على غصب عطلة ليش ما تطلع له سنين تقول لي تسلم تقول لي تسلم طالعون طلبوا تسليم مسلمين طلبوا تسليم مسلمين 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 قضية عندك صعيبة بنتي عارفة الجواد ما عطوني جواب حامضة القضية أول مرة جوادي كيخوو بيا مهم هاكي هذا بسم الله سيدي ملي تخرجي عدي من هنا واخا أول قادوس رمي فيه هذا واخا عقلي معايا اختي على القرقارة هذا بسم الله بسم الله بسم الله طلبي تسليم تسليم سيدي تسليم من القادوس غتحسبي 3000 خطوة عقلي أنا 3000 خطوة هي هادي واخا غدوري على اليسر أييه غتحسبي 270 واخا عقلي اختي 270 270 غتحفري متر ونص متر ونص بسم الله غتفقسيها فوق ديك الدفين اللي دفنتي داك الحجاب اللي عطيتك واخا سير ومن هنا ساعتين واخا غترجعي عندي واخا تخليني نتكونسونطرا مع جوادي واخا واخا صافي واخا سير وملي تكوني خارجة واخا تكوني خارجه غتلقاي واحد القفه في العشبه واه غتعمرها وتجيبيها باش نعمرها ودي سير باش ما سخاك الله واخا ودي سير يلاه يا ودي سير واسير فقيت الله يجازيك بخير بغيت نقول لك قلت لك شدي البرهوس شدي البرهوس دير يا ولدك سير تلعب عند امك سير تلعب عند امك راه فقيه الله يجازيك بخير كشتي انا دابا راه راجلي بو العيالات متبوح بغيتك تسخطوا ليا في عيني العيالات تيبان ارض في عيني انا اللي بان سكتي دويتي بزاف حسبي الخطوات يلا الله يرحم الوالدي الله يجازيك بخير نسيش القوفة لا ما نساهاش نسالني طالبي سبعين خطوة على الطريق أنا وروتون من هنا الداخل كملنا حنايا بالتكلاخ في بلاصة ما نخليو تقضي هي الأخرى مشينا خدينا هي الأولى وضربنا هادشي كله الله أختي راه هو اللي قال لي تقضي ما قاليش تقضي في الأول في الأخر كان شي نقول لك بغيت نعرف هو واش بارصاوي ولا ريالي وأنتي مالك هادشي راه فقيلا ولادو اللي معلقينو ماشي مشكل وقت طلبي تسليم أنا مسلم أنا هنجي طلبي تسليم دايرة النية بسم الله السلام عليكم السلام عليكم تسليم بسم الله زيدي مرحبا بسم الله السلام عليكم سيدي طلبوا تسليم مسلمين سيدي تسليم تسليم سيدي تسليم مسلمين سيدي مسلمين مسلمين شحال بالخاطر مالين تقشيرة حنا مالين تقشيرة عرفتكم اه سيدي انتم هما مالين تخاف ايه سيدي سمحوا لي ماش هادي اللي كداوي معاكم ولا علاش مشيت انا كنت داوي معانا علاش شكون اللي كنداوي معانا سكتي تقلقوا نوضي خرجي على برا علاش غادي نخرج تقعدي سكتي صافي صافي بغيتي تخليك سيري قلت لك تقعدي طلبي تسليم طلبي تسليم نوضي نوضي ما تخافيش عليا قبل غادي نخرج من برا غادي نخرج صافي انا نوضي يلا نيتك ما صافياش صافي عليك والله الشريف لما قول لي دابا هي خرجت بيني وبينك ياك ما هي صاحبة التحوت لا ما هيش قلبها ابيض ولكن نيتها ما صافياش جوادي ما حملوهاش المهم نعم سيدي مشكل عندك راه شويه عاويس عرفت مولا التقشيره ما لقاوهاش الجواد ما خليت فين صيفتهم صيفتهم للسودان
صيفتهم الصومال ما خلو سنغال ما خلو مدغشقر ولكن ودي السير فقيه انا مولاد دعوتي راه كاينه هنا في المغرب راه الطرح حدايا كاين اللي صيفطو الغانا باش يجيب لي مولا التقشيره وما لقاوهاش فشلت ما خليت فيستات ما خليت سراول ما خليت كبابط ما خليت سبرديلات وفشلت في التقشيره سني ما بغاش تصرات ليا ودابا قول لي شنو المعمول واش خصني ندير المعمول هو طلبي تسليم دابا انا مسلمه طلبي تسليم انا مسلمه زيدي طلبي تسليم طالبه اليوم تسليم اه انا طالبه اليوم تسليم المهم عندي لك واحد طاله سرنا يبقى هنا لا لا تهنيتي ودي سير ما تقولي لتا شي واحد بلي راني فشلت لك وما بلغتلكش الموراد صافي ودي سير انا مزاو غيهربوا لي الكليان وغيهربوا لي الجوال سرنا يبقى هنا لا لا تهنيتي غير ولا جيت على شي حاجه اخرى تقضيها مرحبه من دابا انا بغيتك الله يجازيك بخير وخلي لك وليداتك انا الراجل اللي راه متبوع زين العيالات ديما حاطين عليه العين متبوع عليا ما نكذبش عليك المره اللي شافتو كدير فيها واش انا يا مضربه مع الناس اللي ما تزادوني حتى النصرانيه تخيل ديك دابا شي 3 شهور ولا شهرين هذه جات عند الصبريونيه البهير وقالت لي اولا اولا وي كلها اه انا بغيتك تسخطوا لي في عيني العيالات يبان القرض الا في عيني انا يبان سيد الرجال الليله نقرض بو لا لا يخطيك وانا قسما بالله وفتي تقضيتي لي الغارض عليا باليمين يا تندي الذبيحه المولي عبد القادر جيبها ما تديهاش المولي عبد القادر جيبيها لي انا هي واخا وما تنسيش ليا الزلال واخا ودي السير بقي صافي طلبتي غير الموجود صافي مشي بحالك غير اللي تكتقش حملك الوالدين ودي السير بقي اسمعي امين امين الله يجازيك بخير ما تنسانيش الله يرحم الوالدين ما تنسانيش صافي تسليم السلام عليكم على ريمانتي وعلى شحال ثقيله هادشي صاحبي عندك انت مالك على حالك صاحبي في هاد العذاب اواه يا خويا عييت الله يتعييت عييت عييت شحال ضربتي 50-60 كنضربهم انا ناعس صاحبي وتعييت من الكلاس في الدار في حميد اه قلقك شي واحد على قلقك شي واحد دابا نوضي لا انا واخد راحتي عندك ولكن بيني وبينك بغيت نمشي في حالي للدار اخويا حميد اه دابا رجعتي للكلام ديالي ياك خبال ليا اسخيتي وصافي بالعكس اخويا حميد والله ما سخيت بيك انت تعاملت معايا موت بخير وخديت راحتي عندك انا في الدار ولكن اخويا بغيت نرجع لداري ما نخليهاش خاويا وبيني وبينك بغيت نرجع هادي لوحده اخر ماشي هذاك اللي كنتي كتعرف بغيت نبدا حياه جديده اخويا حميد ناري الدار نورت وحق الله العظيم عرفتي انا جاي زعما تنجري قلت غادي نسبقك نجي نفرش لك الدار بالورد ونستقبلك بهم ساعة سبقتيني صافا دو لوان فين كنتي كيفاش فين كنت كنت عند ماما واش كنتي اخويا كدير عند امك بالسلامة كنت غضبان عند امي مزينك تقول فيها بوجهك حمار غضبان عند امي كيشي راجل كيغضب ومالا ما تجيش معايا ولا زعما حنا الرجال ما عندناش الكرامه زعما ما عندناش حنايا شويه النفس منين نتهانو ما نمشيوش عند والدينا حتى حنا ونجلسوا وناخذوا راحتنا اه ونرتاحوا لا انتم منين كتغضبوا خصكم تمشيو عند والديكم تجلسوا شحال ما بغيتوا وترجعوا وقتاش ما قالها لكم راسكم وخويا امك ملي غضبتي عندها ما قالتلكش غزفك الله انت اللي تابعها انت اللي باغيها عندك الحق انا باغيها ياك بغي ندير حاجه اخرى ياك يا عادي علاش اجي خويا وضح لي هذا الشيء ولا عندك باينه كيفاش باغيها بيني وبينك انا باغي نبدل نتوال هذا الذكر حيت الذكر هذا مسكين تيبان ليا ما مرتاحش ما باخدش راحته ما عندوش الزهر فهمتيني حبيبه ياك واش كنت كدوي على الذكر ما بانتلكش انت مسكينه غدوه كتصفار غدوه كتضافر ما بقاش كيتصرط لها انا كون منها قشوتي خرجوا عيني لا 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 حبيبه راكي غلطه حيت انا هو اللي شاري هذا الذكر وشريت ليه النتوى من بعد انا عارف شنو يصلح لي وشنو ما يصلح ليش فهمتيني انا وليت نوكلهم انا وليت نبدل لهم الماء انا وليت نعنى بهم يعني عارفه شنو طاري ما بين هذا الذكر وما بين هذا النتوى هذا الذكر هذا مقدم حبيبه ديالي لا 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 حبيبه راك غلط فراسك غلط بزاف سولني انا اللي كنجلس معاها النهار وما طال قسما بالله ولات كتشكي عليا ما بقاش كيتفرط ليا شتي ترى ما بغيش تنعى الشيطان ترى ما بغيش توصل للباكي كيقول مويا ورا انت اللي خصك تنعى الشيطان
انت زعما كنتي عند امك جالسه، انا ما قلت لكش هاد امك هادي بنتي على الشيطان خصك ترجعي لدارك قبل ما يفوت الفوت. راجلك راه زعما عاطي العين ومتبوع. ماشي غير بوحدك اللي تمتبوع، انت لا متبوعة، خاصني عطلق. عطل يهديك اش دانا لهاد الهضرة. حبيبة ديالي علاش علاش كتجبدي هاد الموضوع هذا؟ حنا زعما قلنا نمشيو نرتاحو عند والدينا شي شوية، نراجعو راسنا، نطفيو هاد الغضب اللي كاين بيناتنا. ساعة انت ما غير زايدة فيه. شوفي الله يرضي عليك، صوبي لي واحد القهوة على بال ما نبدل الحوايج وداك ساعه نجلسوا نكملوا الهضره ديالنا انا وياك سيت دوبلي. باغي يسطيني هذا، باغي يخرج فيا العجب. شتو من دابا بداها تخرج العينين، باقي كاع ما جبت لي حس التقشير. انا بلي جبت لي حس التقشير اخويا، غادي يمسح السما بليكا ويخرج فيا عيني ويقول لي ما درتش ما شفت ما كنعرف حتى شي حاجه. وسناء كالم توا، غاب شويه عليك بارودي الحين احسن من العار. بلاتي عليك وليدي عادي، قهوه تشرب فيها الجا خديت ان شاء الله. بنتي قاصحه ولا خفيفه؟ موجودة. جريب. عشتي؟ أكم بغيك؟ دابا وي. بيني وبينك عمري وحق رب العظيم لا توحشت القهوة ديالك. بصح الله يوتي. حبيبي طلق لي بارتاج كونيكسيون على هذاك السر. على ما بقاش وي في عندنا هنا في الدار. لا ما عرفت وقيلة قطعوه. تو دو سويت. أنا غتلقى لي هذاك الطوبيش أنا مزوق فيك. بغيتي الويفي نطلقو ونطلق لك المشاعر نطلق لك اللي بغيتي. نطلق لي الويفي دابا. تو دو سويت سي بون. صافي شكرا حبيبي. مشي دابا نهبط الحوايج من السطح. مالك عمرك لاباس؟ حبيبي ولات كتخوني ركوبتي ما عرفتش شي مره نطيح. علاش مناش مناش؟ لا حرفت والله. ياك لاباس وريني شوف. لا لا ولا ما بغيتش والله ما تسمح لنا نطلع نجيب الحوايج من السطح. لا بلاتي علاش ما تجيبش شي حوايج الله يهديك نمشي نجيبهم. لا لا حبيبتي يا ودي الله يحشم قدام الجيران. مرحبا اش غيقول لك؟ سالا سيتو بلا انا غنمشي نجيبهم. انا بغيتك ترتاحي ماشي غير نمشي نجيب الحوايج من السطح. بيني وبينك واخا يكونوا في القمر نمشي نجيبهم. عرفتك حبيبي الله يخدك. ارتاحي ليا جاري في تونس. ميرسي بوكو حبيبي الله يخدك. شو يعني كامري مزوق فيك؟ ما عرفت فينا هي السله فين نجيبو؟ فاش غنجيبو؟ السله راه السله. داكوغ. تو سيغ ما عندكش الطبيب؟ سيغتين. يلا انا دابا راجع. امشي على الدروج. Thank you.
بيان؟ اه صباح بيبي ميرسي والله شكرا لانه يفتك عليا. اه الا ما حسيتيش براسك هي هذيك نديك للطبيب القسم. كيفاش حبيبه ديالي شرب قهوتك على خاطرك؟ لا تفكرت عندي واحد البلان خصني نتلاقى واحد الكليان على برا نغيز معاهم شغل غنشوفهم فيت فيه ورجع لعندك. علاش حتى ضروري تلاقي الكليان ديالك في القهوه؟ علاش ما كتلاقاهم في الشركه نيشان؟ على ما قلتلكش عمري انا الكليان قبل ما نشوفهم في الشركه ديما تنشوفهم في القهوه تنرصي معاهم الشغل واحد من بعد تندير معاهم رونديفو عندي في الشركه. ما غنتعطلش قضي الغلط ورجع عندك. اوكي ناري ديجا تعطلت والله القسم. يلا حبيبي ديالي طلبي بخير. انت موجود؟ يلا انا خارج راحتك. يلا السلام. مالك يا ناري؟ شتك صفرة؟ ولا لي يا خويا عرفتي واحد الشفار دار لي الساك في الدخله ديال القصريه. لا حول ولا قوه الا بالله. شاد التليفون فيك. ياك بداتي ما طرا لك والو؟ الحمد لله. والحمد لله الحمد لله. والله يخلف الله يخلف. ام دراش قال لك داك الدري الخدام؟ اه راه جا الدري انا سخرته غير هنا شي ساعه ونص بحال هكا ويكون هنا ورجع. يا خويا غادي تحطل عليا ساعه ونص بزاف. لا ونزيدك عرف السيده اللي شرات بعدنا تقشاره. ضغط عليك والله. قلت لك غيكون خير. شوف وي. انا غنصيفط لك تصاور ياك ومن اللي يجي اخويا الله يرحم لك الوالدين طارق لا ما كونفيرمي ليا انا وحده في هذا والله يعطيك الستر. صافي هاي نصيفط لك دابا اخويا. صيفط هاي يلا هم دابا غيوصل. ها هما وصلوا. صافي غير يجي غنوريهم لك اللي عرفها غادي نصيفط لك التصاور. الله يرحم لك الوالدين طارق ما تنسينيش طارق. لا صافي كون هاك. يعطيك الستر الله يعاونك اخويا. سلامه سلامه اخويا. قالت حتى قلت امي شربي بنيتي هذا في يدك نشوفك غيجيك. ما تكذبيش ما عندكش الفلوس. عندي الفلوس ولوي تهزمي يا الحزن تهزمي ضحكت عليا مراد دات لي رزقي. يا سيدي احسبها على صداقه. شتي انا ما كنصدقش انا ما كنصدقش. انت باب الله خاف غير من الله تبارك وتعالى. موعدكم مع سلسلة بنت باب الله. حبيب ديالي عمري النويره ديال الدار الكبيده ديالي. بسم الله عليك حبيبي معاك انتوي معاك دلبارتي ملي كتدخل الدار قسم بالله كتنور الضو حبيبي كيشعل بوحدو. تبارك الله تبارك الله. شوف انا اللي مزوجه انا اللي قولبت العيالات عندي النسر دايره في داري. ناري عمري فخبارك انا ديما كنتمناك نشوفك بحال هكا وهي معايا في الدار. شوف حبيبتي ديالي من هنا لقدام غتبقى تسمعها بحال هاد الهضره. تبارك الله تبارك الله فراسك انا شحال من مره كنخاف عليك الحبيب ديالي من عيني انا. اش واقع؟ علاش حبيبي ما عنديش الحق نقول لك الهضره ما وقعت حتى شي حاجه فرحانه بك. لا لا عدوي معايا بحال هكا انا مزوك فيك. الا بغيتيني نحبس نحبس. لا 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 ما تحبسيش انا مزوك. الحبيب ديالي كان عزيز عليك. كنموت عليك. اللي طلبتها لك جيبها ليا. نجوم في السماء ننزلهم ليك الارض. خليك لي يا حبيبي ولا سولتك شي سؤال عندك تكذب عليا شي مره بغيت نسولك.
هنا كتاب مفتوح، قولي اللي بغيتي. ياك حبيبي مأكد؟ والله إلا مأكد. شو أسوم؟ شو أسوم؟ ديال من التقشيرة؟ ما 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 عرفت التقشيرة فين فين شي فهم. فين لقيتيها؟ تخيل مشي أنا اللي لقيتها، راهي اللي لقاتني. تخيل معايا وقول فين لقيتها. قول تفلك فين؟ قول قول يلا مثلا خمن فين لقيتها. ما والله تخيل مثلا ما عرفت والله ما عرفت. لقيتها في بيت نعاس ديالي انا وياك. وفين في بيت نعاس؟ تحت الناموسيه. اي ملي لقيتها انا تحت الناموسيه يعني القضيه فيها اينا. لا شوف انا 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 نقول لك واحد القضيه. والله العظيم انا 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 مزوقك راهي لا الا اعطيتيني عقلك عمري وفتحتي لي دماغك. انا متاكد باللي انا غنقنعك وغادي تثيقيني ولا القصب تثيقيني في الاخر. حبيبي انا راني ثيقه فيك. انت انا غنغمض عليا وغنحطك عقلي عاود. شوف بالنسبه لهاد التقشيره عرفتي اش دير؟ جلس انت وخذ لي راحتك. تفضل خذ راحتك مرحبا بك. يا صاحبي عاود ليا. هي التقشيره عندها واحد القصه ياك وحق الله العظيم. غير دابا انا ملي نبغي المشكل اللي عندي عمري انه ملي هي معقده القصه معقده شويه مشربكه. حبيبي ماشي مشكل. انا دابا انا ما عارفش منين نبداها لك. هذا منين ما بديتيها ودي انا جالسه هنا ما بعيد على سيدي سليمان عاود. واخا شوف منين غضبنا ووقع داك سوء التفاهم بيناتنا انتي غضبتي مشيتي لداركم ياك. كاينه بصح انا بقيت بوحدي هنايا ولكن بيني وبينك انا جلست في الدار وجاني شويه القلط والدار بلا بيك بيني وبينك كتكون غوله. بصح فقررت قلت مع راسي خصني نمشي نبدل شويه نبدل ساعه اخرى نمشي نسافر. كاينه وبغيت نمشي بغيت نمشي لمصر. مزيانه وحق الله قلت انا عزيز عليا الاهرامات وداك الشيء عمرني شفتو نمشي نشوف مناسبه. فعلا داك الشيء اللي كاين مشيت رتبت الامور ومشيت لمصر. في الديوانه ملي دخلت لمصر داك السيد بوم عطيتو الباسبور قبضت الباسبور داك الديواني بدا تايفلي فيه بحال هكايا. لقيته هو يقول لي يا ودي راه خصك التاشيره. ودابا حنا في البلاد يعني الحرف ديال القاف حنا كنقولو قا ولكن هما كيقولو الا. والله القسم بحال هكايا كيقولو ما عنديش التاشيره. خرجت انايا من عنده بديت كنطل وكندور في داك المطار واحد لقيته بيني وبينك هو يبان لي واحد ديوتي فري. الوقيته اللي بان لي ديوتي فري قلت شنو ندير غندخل نشوف دبر على راسي تمايا نشوف شي لعيبه الا كانت لقيتها تمايا. دخلت وشريت واحد التقشيره لقيتها تمايا شريتها. شريت داك التقشيره وانا نديرها في وسط الباسبور وانا عطيها للديواني. وخلاك تدخل؟ لا ردوني في اول طياره راجعه للمغرب ما ردوني ريفولي وحق الله العظيم. البيت ناس من يردوني ريفولي ما نكذبش عليك رجعت انا كعيان شي شويه. المهم جيت للدار ومني دخلت المهم كانت عندي الباليزه ديالي دخلت البيت ناس وحق الله العظيم دخلت البيت ناس حطيت الباليزه كويا شويه بالجهاله وكنت كعيان وانت ما كايناش ما عجبني حالي تقلبت لي الباليزه في وسط بيت الناس الحوايج ما يتشتتو ما نقولكش ما نطبيس كنجمع في الحوايج حاجه بحاجه وتنقول ربما والعلم لله جمعت الباليزه ورجعت وربما تكون تقشيره يعني زلقت وطاحت ودخلت تحت الناموس زلقت تقدر؟ لا ممكن لو فعلا داك الشيء داك الشيء اللي كاين زلقت. Ha ha ha.
سبحان الله العظيم هذوك جوج حوتات تاع امايا سبحان الله العظيم كانوا ما معاشريش مع داك الذكر ديال الحوت وهانتي سي ان بون سين وحق الله ما معاشرين ناشطين بخير شوف والله الا دفع الخير وحق الله العظيم وحتى هذوك الفراخ اللي دويت لك عليهم كانوا شويه يعني الذكر كان يناقش مع نتوما بانوا لي ناشطين وحق الله والله الا تا هما ولاو مزيانين داك الفراخ علاش ما نوليوش حنا لا نزوق والله الا ولا انا شوف وبارك بارك عليا من الكتب واش كيسحاب لك انا دمدومه كيسحاب لك انا من دوك العيالات اللي قاعده تمرابعه تيديهم الكذبه اللي كذبتي عليها تقول لك الله يحفظك كيفاش التقشيره زلقت وتخشات تحتنا التقشيره كتزلق تخشات تحتنا موسية منين جاتك التقشيره انا دوك انا غادي شو انا عارف هادشي قول شي حاجه اللي منطقيه انا هادشي ما خدامش ليا والله تنعاود لك كلشي انا شوف صافي انا غنعاود لك انا غنعاود لك انا كنتصنت من جهه التقشيره مني انا من الحرام كتسنى شي حل والله ما كنقول دابا احسن من الحل حق الله العظيم انا والله ما كنعرف مع شي حد ما خلعت واحد من غيرك انت انا شوف انا غنشوف خالتي العزيزه انا مزوق فيك والله لا لا اللي راه خالتي توحشتك بزاف اخالتي انت في الخير عليا خالتي مالك بنيتي هو تكون كيتسمع من الزنقه يا ماما مال يا ماما ما كاين باس عجيتي انت ما كاين باس بنيتي عجيتي لا والو هطرقت معايا رشيده مسكينه قلت ليها طرق السلامه غدا الحج ايوا ننطركم نهار كبير هذا خالتي شحال توحشتك بزاف شتي اش سلمتي عليها اي سلمت عليها ويلاه تلحقي وين تمشي قبل ما يطيح عليك الظلمه اي عندك الحق يلاه قبل ما يطيح عليك الظلمه حيد لا 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 فين نمشي لا لا خالتي ما غتمشيش من هنا الله يودي لا لا وليدي ربك لا والله ما تمشي بالله القسم ربك الحاج وحرام عليا زواجي ما غتمشي يا خالتي او تجي عندنا لهنايا وتمشي ما تباتي ما تعشاي ما نضيفوك الله يودي خالتي لا 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 باقيش وليدي تحلف هذا الحلوف هذا ملي قلتي الحرام تاع زواجك صافي انا قاعده الله يودي اختي انت عزيزه علينا راه شوفي فيك اختي راه تخرج بنادم من جهنم واه وحق الله سولي نال الله يعطيك الرضا وليدي الله يحفظك الله يحفظك اختي اختي انا غدا عندي الخدمه وعندي الخدمه ما نقولكش كثيره غدا في الشركه خصني نمشي نعس شويه بكري باش نقدر نتكونسونطرا غدا في الصباح هيا وليدي سير صباح الله خير الله عليك خذي راحتك دار دارك الله يعطيك الرضا سير صباح على خير الله يرضى عليك واش تعني يوم عطى حبك على رشيده الله يا بنيتي ما نقولوش لرشيده مسكينه غدا الحج وغدا تزور بيت الله نقولوا لها الله يديك على خير ويجيبك على خير وراه حنا نسالوك الدعاء وانا اللي شهرتها انا اللي شهرتها ما انت ما قلت لهاش طريق السلامه الله يا بنيتي تي بالك ناري طيرها مني خلعه شواغع ما كاين باس خير عليكم اصبح وليدي بخير والرباح بونجور بونجور اصبح الخير خالتي الله يرضى عليك وليدي العزيزه كي صبحتي الحمد لله عسي مزيان الحمد لله اللهم لك الحمد سبحان الله العظيم هذا الصباح صبحتم منورين بيني وبينك خالتي الدار كتصبح منوره ملي كتكوني فيها الصراحه ديال الله الله يرضى عليك ترى خدك علينا الله يبارك لك وليدي الله يعطيك الرضا افطري افطري بنيتي عبنيتي افطري خوي الكويس تاع اتاي لا وليدي لا واه فطر كمل فطورك ما كليتي والو لا اللي كاين خالتي انا نورمالمون القهوه كحله ديالي تناخذها هنا في الدار وملي تمشي للخدمه
نكمل الفطور ديالي مع الكليان على خاطري داك الساعه. سمحوا لي خصني نمشي. باقي الحل وليدي عاكس. قالت لك الصحه كلس ماما راه غتمشي دابا ياك؟ لا بنيتي باقا ما غاداش. ولكن انا معطل شي شويه والو خالتي خصني نمشي ولا بالطبع. اش اخويا كتشطر مع الكليان؟ حنا عندنا كتشرب على القهوه كتحلات ما فين كيحلى لك الفطور. كون كتحشم خصني نمشي دابا للخدمه الله يهديك. واش تكون انت كتحشم؟ حيدي مع هذا الباب خليني نخرج. الله يحييك. غادي تحيدي ولا لا؟ ما غنحيدش اليوم انا ولا نبردك انا وياك ضرب. لا بنيتي ملي الشيطان خلي الراجل يمشي لخدمته راه معطل. فطري امي فطري اللي بغات فطري. خليني نخرج قلت لك. ما غاديكش تخرج اليوم تنطردك انا وياك ضرب امي. غادي تحيدي من الباب ولا ما غاتحيديش؟ ما تترجع. خالتي خليناك على خير. سبحان الله العظيم انا وجهك ديما كنتفائل به هنايا في الدار. الله يرضي عليك وليدي توصل على خير. دروان شفت واش كيدير لينا؟ ها شتي اش كيدير ليا؟ عزيز عليه عصبني وطردك ليا المراره. بنيتي نعل الشيطان واش هذا كاع كله كره؟ واه واش يا ماما ديما كتلوميني انا؟ واش ما كتشوفيش شنو كيدير؟ شتي السم اللي كيقلي ليا كيطير في قلبي السم. ونعل الشيطان راه كيقول لك الناس الا كان الراجل عوج راه المراه اللي كتقادو. واه وزايدو واحد المثل كيقول قبل ما تتزوج خاصك تكون حال عينيك، اما الا تزوجتي عاس الدم. لا امي انت راه غلط، خاصك تحل عينيك قبل الزواج، ومور الزواج خاصك تطردقهم باش تشوف الصغيره والكبيره اللي تدوس عليك الدكاكه. ونعلي الشيطان نعلي الشيطان بنيتي، راه المرأة بلا ولاد بحال الخيمة بلا وتاد. خليني بلا وتاد انا هكا مرتاحة. شتي هاد الكلام اللي غنقول لك دخليها مينتي لدماغك؟ والله ما تقاد لا درت مع الدراري. ايوا قعدي قعدي بلا ولاد. شوفي باك انا باك راه كنطير مع الطيور. نهار ولدت مع الولدة الاولى الراجل هو ينقص شوية من الطيران، ولدت بنيتي الولدة الثانية شويه ولا يدخل بكري ولا يجمع معانا ويشرب معانا كويس ساعاتي. الولده الثالثه ها كتفتو، اما ملي جاو دوك خوتك الاخرين هاد الاخرين ورانا كوفرتو. وصدي امي انت غنقول لك من الاخر انا شتي هاد خينا هذا راه والله لا ولدت معاه لا ولاد، وما تقاد ودخل سوق جواه تنحيد منه هاللوله ديال العيالات. ولي لا باصليك والله الا باصلك وباصل هاد الجهد اللي فيك حتى اش غديري؟ انا مشيت والله حتى تجلسي دابا عاد. ويلي على والله حتى تجلسي رباك سيري تسنى ويا كوفرتي اقعدي حتى تعشاي. لا قرا انا باغا نمشي نصاوب البوك الغدا. باش كنتي يا سناء مرات عليا؟ يا هادي يا حبيبتي كديره لاباس عليا؟ لاباس ربي يخليك. انت شكون؟ انا نبيله خدامه مع راجلك سيرفيس كونطابيليتي. كنعيتي ماشي في كونطابيليتي. لا والكيسني ديال الشيكات والفاكتور. تبارك الله عليكم اختي الله يعاونكم. بارك الله فيك. راني تعذب كنت معاه فواحد لا ريونيون وقال لك جوج دقائق وسير عنده البيرو. ان شاء الله اختي ربي يخليك ميرسي بوكو. راجلك غزال تبارك الله كيتعامل معك كلشي مزيان. لا لا هو معطيني هادشي. لا كلشي كيشكر والله لو كنت تشوفي. اختي شكرا ميرسي بوكو حبيبه شكرا شكرا. ما عندوش والو صافي هي تقول لك واخا وليدي راه غادي واخا مالاش هاد الشركه اللي كلها عيالات. سيدي التوصيل ديال لاسوسيتي سوفون. ناري اخويا ميرسي بوكو اللي فكرتيني فيه. مدام سيل فوبلي الله يخليك حاولي تجبدي لي على كوموند اللي درنا البارح في الصباح. فوالا هي هادي صافي راه خليك.
Bonjour. Excusez-moi. Salut. Bonjour, comment ça va? Je me disais que tu es là. Il fallait appeler avant de venir, Allah. Il fallait appeler avant de venir, mais tu as trajet, bébé, c'est d'abord une aïe, tu as été chauffé. Tu as la place de la chedme, Adi. ندخل معايا كلاس نكمل انا وياك الهضره ديال داكشي اللي كنا كنقولوا البارح ونخرج لك العيشوري اللي فيا بغيت نهضر معاك هانتوما غير خذوا راحتكم جلسوا كملوا الخدمه لا غير خذ راحتك ياك اوكي اكسكيوزي مو حبيبه جلس جلس خنظر انا وياك واحد شويه جلس جلس الارض الارض عندك صحابك انا ديك التهندريزه اللي هندرستي عليا البارح راه دخلت ليا دماغي داك الكذوب ديالك كله دخل من هادو ونخرج من هادو ودن كون شتي اللي كنت غنديرو كانوا غيسمعوا الجيران ولا كنحرز عليك ماما جات في ديك الوقيته خلي هاد الهضره هادي بيناتنا حتى للدار لا جاي لعندي لهنا الخدمه هنا واليوم ودابا غضبوا لي شكون هي مولات هاد التقشيره وعلاش ما تقوليش مع راسك شكون هو مول التقشيره لا تقشر ولا بصمت الرجاله على ما فبركش لا الشركه اللي صنعت هذا النوع ديال التقاشر راه صنعوا التقاشر ميكست كيلبسوهم العيالات وكيلبسوهم حتى الرجال ياك اخويا وداروا منهم ثلاثه من الحجه داروا ثلاثه حيت مساكن عرفوا بالله هذوك الرجال مساكن ضحايا وديما تيتلفوا لهم التقاشر فزادوا لهم ثالثه سكور فين كاين المشكل لا ما كاينش مشكل ثالثه سكور بحال الرويضه سكور انت واش كتصحابني انايا زدت على البارح شو ديك الخطره اللي كتقولها كامله قولها وزيد عليها انا غنتبعك اخويا في كدورك ملي اخويا تيلبسوهم تاع الرجاله قول لي شكون هو هذا مول التقشيره اللي دخل ليا حتى البيت النحاس ديالي وحط ليا تحت سريري ما تعرفي شكون هو بغيت نعرف شكون هو ودابا انا غنوري لك شكون هو وري لي هو مول التقشر ولا ما قدرتش كش هذا الرجل نزيدك حتى هاتي حيت انتي نيتك ناقصه عمرك ما كتيقين واخا مع شنو نقول لك حيت انا انتيا ديما شاكه فيا راه لي زاباغون سون ترومبوز وعلى خويا الرجاله تما ولاو كيلبسوا الغوز وهي لالا دابا انتيا ما متبعاش من واقع في لاموند واش خبرك بلي الفاشن ويك ديال نيويورك اخيرا الا لالا كانت لا توندونس ديالهم هي البينك بينك بينك ياك اخويا صافي نضرب لك واحد الكلمه ودي هادي شتي هاد الهضره اللي كتقول انت راه كتدخل ليا من هنا كتخرج ليا من هنا هذا الكذوب ديالك نقص منك عدد القضيه ديال بحالنا بحال الرجاله اللي كانت بصح راه مصيبه كحله لبسوا كيفكم راه مصيبه كحله غتقول لي شكون هي مولا التقشيره هي غتقول لي شكون مولا التقشيره ولا راه غيعجبك الحال اليوم قدام هاد الموظفين ديالك ما تنساش البيضه ديالي تجي بكري للعشاء غادي نتسناك كنت قلت انا اللي مجوجه دلوا بونجور سالو شكرا ميرسي الله يرحمنا وليدي اللي مقابل العيالات اللي بغيت تجيك هنا يلا وليت فقصني غادي تغددني وليت عليك وانا بقات تعاد علاش كنديرك شنو تيت سطيتي خليني الا ميخن برد غديدي ما قاداش عليه وجهي في وجهه خليني نعطيه ونقول له قدامي تصويرته يا عباد الله بارك واش انت ما في خبرك شنو طاري اش هو اللي يوريك اخبارك اليوم لقى واحد البنت ميته ولقى وحده تقشيره مليوحه فحال هذيك اللي عندك تماما انا علاش كتقولي كيف كتسمعي باقي ما عرفوش دابا واش مقتوله واش منتحره والسيده ميته موته طبيعيه الله اعلم تقول اختي عماتت موته طبيعيه مالنا حنا ومالها ايوا دابا البوليس راه كيديروا في البحث ديالهم كانت مقتوله خصهم يعرفوا شكون قاتلها كانت منتحره خصهم يعرفوا علاش انتحرات كانت ميته موته طبيعيه ديك التقشيره خصهم يعرفوها منين جات بالضبط شوف يا لمية انت راه صاحبتي من مدة وراك نعرفك انا ملي كتبغي تنكري الواحد تما انا بوحدي اللي عندي هذوك التقاشر دوك التقاشر طالي انا قضيت الدنيا
ايوا داك التيشيرت هي راه ما مناش 1000. لا 100 انا مزاوكه فيك صحيفتي، ما تزيديش عليا، اللي فيا يكفيني. راجلي عنده مع الخيال، عنده مع العيالات، ولكن القتيله الا يا سناء. يا سناء يا اختي انا راه غير قلبي عليك، انا راه ما بغيتش بيتك يتشتت على قبل تقشيره. يا حي يا اختي شنو باغيه بيها؟ اللهم البرد ولا الحبس، سمت علينا هذا الموضوع العار. شوفي ديك الهضره كوليها وزيدي عليها، انا ما نمشي تنعرف مولا التقشيره، هي تمشي نعرف مولا التقشيره باش بتقلب. وكيتا انا غدا نصب الطاجين ديالي غيتحرق. اني مالكي؟ مالكي؟ رجلي رجلي رجلي، شو يعني علاقه صاحبتي؟ جلسي جلسي صاحبتي بقيت ردي بالك، انت ديما كتضربي في نفس البلاصه. ضربتي تكلمت في الكوبسي. جلسي صاحبتي بلاتي نجيب لك الثلج. يا رجلي الو. وي طريق، وي خويا لاباس. دخلت عليك بالله. يا مازال ما شفتش. يلا واخا خويا، شكرا بزاف، انا غنقطع، انا غنشوف، انا غنشوف. شكرا شكرا. سناء سربي يا اختي. سناء هاني جايه. أنا نقلب على صاحب الدقتي، وصاحب الدقتي راه معايا في العمر. والله كلا بيأس والغدر هذا، ما بقاش اختي الصحبة، ما بقاش الثقة. سربي يا اختي سناء. هاني غنصيبي يا حبيبتي، غير صبري عليا كنقلبها على البوشيطة فين ندير لك الثلج. سربي يا اختي سناء. هاني جاية يا حبيبة، هاني جاية، هاني جاية، هاني جاية. ما لقيتش فين ندير لك الثلج، درتو في التقشيرة. شنو هي ديك التقشيرة الصغيرة؟ هي هي صاحبتي. واش ما يدكش؟ سير هاجي مشا قولي لي هذاك هو الشهر يا حبيبتي اللي داير فيه هذيك الدري اللي ماتت. لا ماشي هو هذا، لقيت راسي هازه بالغلط الاخر عندي الدار. لا ماشي مشكلة، مشكلة المهم جبتي لي الخبر حبيبتي. صحيحة تبقى هاد التقشيرة بحال هذيك عندي. عصبري عصبري عصبري، مالكي زربانة على رزقك اللي زربو مات والحبيبة ديالي. بشوية عليك ها، باش ماتت هي. ما عرفتي واش مقتولة ولا شنو، باقي راه باقي كيحقو، باقي كيحقو مزيان، باقي كيحقو نيت. فين كيضرك كبيدة؟ فين كيضرك حبيبتي صحيبتي؟ يا اختي هانا. لانيا اش كديري هنا؟ كضحك عليا مع راساتك، كتكذب عليا وانا مسكينة مطيقاك. وتبارك الله على صاحبتي، هذه هي الصحبة، الوحدة هي اللي تدير صاحبة، والله الوحدة هي اللي تدير صاحبة. تبارك حتى الاخر، حسابك هو الاخر معايا انت. ها انا جاية لك. حرام عليك اختي زينة، والله ترى كيف فاهمة كلشي غلط. إذا ما غلط اختي انا راه شعلك وعندك ساعة فهميني اللي ماشي غلط. واش بغيتكم؟ واش قلت لك انا يا حرام عليك؟ هاي بطلة درت فيك عارف، اما بغيتي شي حاجة وقلت لك لا، كاع داك الشيء اللي كتحطي عليا يدك كنمشي نشري لك يا بطلة. كاين شي مرة بحال واخدة شي راجل بحالي في العالم؟ ما كايناش. شي كله درتيه وما درتي والو، انت بو العيالات. انا ما كنعرفش العيالات، انا كنعرف مرة واحدة هي انت، هي انت. درت معاك كاع الخطط عيب الله، بغيت نكون معاك ولد الناس، ما رضيتيش بيا، كنت معاك راجل عمرك عقلتي عليا. علاش؟ شو درت لك انا يا عيب الله؟ انا عارف علاش، هاد الغيره، غيره كتشطحك، غيره مسيطره عليك، موسوسه لك دماغي في الغيره. لا والو ما كنغيرش، انا راجل، انا متاكد منك ولكن انت ما متاكداش مني، انت ما متاكداش مني. بغيت نكون معاك راجل يا عيب الله، ولكن بغيت ندير معاك واحد الخطه، بغيت نكبرها باش تصغر معاك. صعبني كبرتها فشختيها لي على راسي. جبتي الاخر، انا اليوم غنفرشخك انت وياها، وغنبدا بها هي النيت صاحبتي حبيبتي. اليوم غنفرشخك. الله يهديك الله يهديك يا سنه، واش باغي ترتكبي كبير شي جريمه؟ يا شفتي انا الاخر، انا اليوم ما غندير جريمه، غندير لحبيبتي جريمه بحال هذيك اللي تخيلتي ليا قبيله في الجورنال. هي اللي غندير لك السين ديالي، ها صبري عليا نسالي معاه. انا ما عندك ولا شنو كاين؟ عاود ليا. بغيت ندوي معاك ما عطيتينيش فرصه. انا قول هلا كنسمعك. بغيت نفش عليك قلبي عباد الله ما سمعتيش ليا. قول هلا كنسمعك، يلا قول. مشيت عند صاحبي حميد. اييه شكون حميد اخويا؟
حميد اللي في درغلف. حميد اللي في درغلف كتعرفي انت يا حميد؟ والله يا خدي ما كنعرفش. انا غنشوف واش كتعرفي ولا ما كتعرفيش. كمل. مشيت عند حميد بقيت معاه في الدار وقلت له خويا حميد ما كذبش عليك انا المره ما غاتيريش مجال. وقلت له انت خويا وعشيري غادي تنفش عليك قلبي. باش كيت عليه واخا ما مره بغات ليا داكشي اللي كنقترح عليها. وداك ساعات مسكين الله يرحم ليه الوالدين هو اللي اقترح عليا واحد البلان ونصحني وقال لي اش ما خصني ندير. واش قال لك السي حميد؟ عادل عندي لك الحل. ماشي اجي يا صاحبي. حل ديالاش؟ اجي جلس وغادي تنم كاع هاد المشاكل. مرحبا. شوف المرأة ضربها بالمرأة. معلم حميد معلم كبرها صغار وضرب المرأة بالمرأة. انت فكرتي يا الحبيب ديالي قلتي لي من ضربها نضربها بصاحبتها. تبارك الله عليك الله يعطيك ضربة. سمعيني انت اش عندك نسمع لك اختي؟ اها قولي لي. مالك اختي والله العظيم ثنائيك انت بحال اختي. والله الا فاهمه راكي فاهمه كلشي غلط. انا واش رحي لي اختي انت اللي ماشي غلط؟ انت انا واحد النهار عندي عادي عادي بحال خويا قال لي انت ساده بحال اختي راه عندي مشكل معاها. ربي الا ما حل لي معايا هذا المشكل. قلت له واخا شنو نديرو؟ قال لي انا غندير واحد الخطه وعافاك المعاونين عليها. شنو هي اختي؟ انا عندي واحد الخطه فهمتيني باغي نديرها يعني باش فينالمون يعني سنة ترجع للدار. وهاد الخطة هادي بيني وبينك تنقلب فيها على شي حاجة تكون مرتبطة بالأنوثة شي حاجة مرتبطة بالعيالات. شوف أنا صراحة البارح شريت واحد التقشرات مزيونين غزالين وشريت منهم جوج جيسبيغ يقدروا ينفعوا. بيني وبينك هاد البلان ديال التقشر والله تا غيصدق وحق الله. شحال عطاتك أخويا من التقشيرة؟ عطاتني 4 ديال التقشر. 4 ديال التقشر فين مشاو التقشر؟ هي جوج راه كيشفتيهم عندي في الشركة راني وريتهم لك. واخا هادوك حيدو هاهم الآخرين. الثالث انا كنت جاي باش نعترف لك على هاد ليستوار ديال التقشر وهي في جيبي انت شد في جيبي غتلقاها وحق ربي. هذا هو الثاني شتي والرابعة كور فين مشات الرابعة؟ الرابعة هي اللي راكي شادة في يدك تتشيري علينا بها وهي اللي حطيتها لك في بيت النعاس على الناموسية. الريحه ديالك هذيك عباد الله زيتها لك من بيت نعاس بديت كنريح به الدار كامله. واش نتوما كطنزو عليا ولا شنو؟ ها؟ دابا نتوما حصلتو بديتو كتختاروا لي التقشيره ما التقشيره لا حق ما التقشيره. عطيتها التقاشر جابت لي التقاشر زعما كيتبان لكم انايا كاع مكلخه لدرجه. هاد الكلام انا غنطيقو الا بغيتو نطيقكم عطوني الدليل. بغيتي الدليل؟ ما غادي نسمعك الدليل. لا يا اختي الله يرحم باك جبدي التليفون ديالك وسمعها كاع المكالمات اللي عندك. فين هو تليفونك؟ ها هو في جيبي. فين هو تليفونك؟ ها هو جبدي جيبي. ها هو اختي صراحه حنا ما كنكذبوش عليك غنبقاي في كاع المكالمات بالتاريخ والوقت. ديري الكود. انا غنشوف كدوبكم فين غيوصلكم. الو هادي وي فضلك مراتك غادي تحماق فكاك والله العظيم عرفتي شنو درت اليوم؟ مشات حطات عليك كاع جارات اللي كاينين في العماره باش تعرف شكون مولات التقشيره. وشنو دار؟ مشات جابت واحد الكلب شمام طلقات على العيلات. اسمعي اسمعي شي عند فين مشى؟ ما مشات طلع غير على مت منير العزاز قسما بالله. يسكع الله يتا غادي تفطى ناري بارك عليها. يلا واخا صافي غتزيد ليها فيت انت. يلا كون حالي. انت سمعتي اختي على ودنيك؟ انا والله كانت نيتي زوينه كنت باغيه غير نصالحكم. اقسم لك بالقران الكريم هادشي كاع اللي سمعتي كله صحيح ما فيهش ذره ديال الشك. ونزيدك عندي دليل واحد اخر
سيري هزي القران وشوفي شنو كاين تحت منه. تحركي. الصاك ديالك ياك هاد الصاك تشفر ليك يا لالا ملي تبعتيني مشيتي كتجزتي عليا تشوفيني اش غندير اش صاحبي حميد هو اللي خطف ليك الصاك ملي خطف ليك الصاك تلفك علينا باش ما تبقايش تابعاني انا معلم الله يتكاين عشيري انت يلا 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 دابا غادي ندوي لك على الدليل الاخر هذا هو اللي غادي يقطع لك الشك اللي عندك موسوس لك في دماغك هذيك التقشيره مداويه بين يديك عمرك فكرتي انك تخشي يدك لداخل وتشوفي شنو كاين فيها جربي جبدي راني كاتب لك في واحد الكلينكس تما شي حاجه خاصه بيك سربي طيب جد مراتي الحبيبه انا كنبغيك ولكن الغيره بزاف كتفرق العائلات وهادشي كامل راه غير خطه دايرها هلو بلا ميال يا تبكي عاود سمعني يا حبيبة ديالي والله لا سمعني أنا الغيرة اللي فيها هي اللي كتخدني سمعني سمعني والله ما درت عليك بالعاني سامحني سامحني يا لمياء حبيبة ديالي أنا مزوقة في كلمة سامحني عافاك عافاك يا لمياء عافاك حبيبتي ديالي وجه الصحبة جمعت ولي صاحبتك أنا دابا شوية كنت غادي تركبي فيها جريمة نسيت العشرة ديال 20 عام كلها كنت غادي تضربها في الزيرو وعلاش؟ حيت بغيت لك مصلحتك أنت وراجلك سامحني يا صاحبتي سامحني 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 ما تغلغيش مني ما تغلغيش مني يا لمي قولي سامحتيني سامحتيني يا حبيبتي سامحني يا حبيبي سامحني يا حبيبي لا تستر داري سامحني يا حبيبي والله إلا كان عباقي لك كنبغيك سامحتيني قولي سامحتك قولي سامحتك قولي سامحتك لا ما تقولهاش ليا من هنا قولها ليا من هنا صافي سامحتك عفكيني دابا يلا سربي من قلبك وصافي راه راسي كيحرقني يلا فكيني يلا فكيني لا بلاتي بلاتي اي والله بلاتي صورة للذكرى واش نسطير ولا وفقينا بعدا اي والله ندير وسيم اش من سير فين فكينا هك 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 وفقينا اي والله ضحك ضحك الله يعطيك الصحة شدوا